دعاؤه عليه السلام في الاعتذار من تبعات العباد ومن التقصير في حقوقهم وفي فكاك رقبته من النار. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أعتذر إليك من مظلوم ظلم بحضرتي فلم أنصر، ومن معروف أسدي إلي فلم أشكر، ومن مسيء اعتذر إلي فلم أعذر، ومن ذي فاقة سألني فلم أوثر، ومن حق ذي حق لزمني لمؤمن فلم أوفر، ومن عيب مؤمن ظهر لي فلم أستر، ومن كل إثم عرض لي فلم أهجر. أعتذر إليك يا إلهي منهن ومن نظائرهن اعتذار نداما يكون واعظا لما بين يدي من أشباههن. فصل على محمد وآله واجعل ندامتي على ما وقعت فيه من الزلات، وعزمي على ترك ما يعرض لي من السيئات توبة توجب لي محبتك يا محب التوابين يا أرحم الراحمين. وصل على سيدنا محمد وآله الطاهرين.